أهلا بكم في محورنا الثالث، الحديث فيه سيكون حول القمة العربية والمواقف الدولية وماذا لدينا. أرحب بضيوفي الأستاذ أحمد مهدي المحلل السياسي من إيران. مساء الخير أستاذ أحمد، أهلا بك. أهلا ومرحبا، شكرا، حياكم الله وشكرا على الاستضافة. أهلا وسهلا بك. كما أرحب بالأستاذ نبيل غيشان النائب الأسبق. مساء الخير أستاذ نبيل. حياك الله، أهلا وسهلا. أستاذ نبيل أبدأ منك وأسمع، اليوم نترقب قمة عربية في الرياض، أولى اجتماعاتها انتهت اليوم، ستكون يوم تعقد يوم السبت، والحديث كل الحديث عما سيدور في هذه القمة. برأيك كيف سيكون شكل هذه القمة الاستثنائية في ظل هذا الظرف الاستثنائي؟ أعتقد أن القمة لن يكون لها مخرجات يمكن أن تؤثر على سير المعارك في غزة، لأن القمة اليوم مطلوب منها أن يكون هناك مشروع عربي على الطاولة للسلام من أجل وقف الحرب أولا، وثانيا الذهاب في مسار سياسي حقيقي يمكن أن يؤدي إلى حل يرضي الطرف الفلسطيني على الأقل، لأنك تعلم والجميع يعلم أن عدم وجود الأمن والاستقرار في المنطقة سببه وجود الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية المحتلة، وبدون أن يجلي هذا الاحتلال وأن يقوم هناك حل يرضي الطرف الفلسطيني لا أعتقد أن هناك أمن واستقرار في المنطقة. إذن المطلوب اليوم من القمة العربية أن توفر الدعم أولا للشعب الفلسطيني، وثانيا أن توفر الدعم لفكرة المقاومة والمقاومة، بمعنى أن هذه المقاومة هي حليف لكل الأنظمة العربية التي تريد أن تدافع عن نفسها، لأن ما يجري في المنطقة اليوم هو تكسير وتخريب المنطقة من أجل عيون إسرائيل. إذا استمرت هذا التغاضي أعتقد أنها عملية خطرة حتى على الأنظمة العربية. لذلك بيان الذي سيخرج عن القمة، البيان الختام الذي سيخرج عن القمة، إذا لم يحمل أمورا جدية فيها تحذيرات واضحة لإسرائيل كدولة احتلال، أعتقد أنه لن يرضي شعوب هذه المنطقة، وأعتقد أنه سيرتد على المجتمعين وعلى كل قادة الدول العربية بالسوء، لأنه أنت تعرف اليوم إحنا الحروب تخاض اليوم بهذه الجيل الخامس من الحروب، هي حروب السوشيال ميديا. اليوم هذه الحروب تخاض بالسوشيال ميديا، لذلك السوشيال ميديا هي التي اليوم يمكن أن تتحدث عن هذه الدولة وهذا الرئيس وهذه الحكومة وهذا الجيش بسوء أو بحسن نية أو باحترام نتيجة مواقفه. اليوم ما يتعرض له الشعب الفلسطيني هذه مجزرة رهيبة فاقت الهولوكوست اليهودي في الحرب العالمية الثانية، ومع ذلك العرب لا يستطيعون أن يقدموا شيئا، كل ما هنالك اللهم إدخال هذه المساعدات. يجب أن يكون هناك مشروع عربي ويبني على مشروع العربي السعودي الذي قدم عام 2002 إلى قمة بيروت من أجل إلزام إسرائيل وأيضا إلزام الولايات المتحدة بأن تذهب إلى حل يمكن أن يرضي الفلسطينيين ويؤمن الأمن والاستقرار للمنطقة، وبدون ذلك إسرائيل لا يمكن أن تستقر وتأمن في المنطقة. ابقى معي أستاذ نبيل. أستاذ أحمد مهدي، هناك قمة عربية يوم السبت، هناك قمة عربية إسلامية يوم الأحد، والجميع يتحدث أن هناك موقفا عالميا سينظر نظرة مختلفة لما سيحدث في هذا الإقليم تحديدا خلال الأيام القليلة المقبلة، تتفق مع ذلك أم تختلف؟ بسم الله الرحمن الرحيم. في البداية أوجه تحية للضيف وللزملاء ومشاهدي قناتكم، وكنت أود أن يتم هذا اللقاء عبر سكايب، ولكن الإشكال الفني حال دون أن نرى وجوهكم الطيبة في خدمة القضية الفلسطينية. بالنسبة إلى الإجابة على هذا السؤال، هو في الحقيقة يعني هناك خطين،
هذين أو هذان الخطان ربما يمكن أن نقول متعاكسان ولا يصبان في اتجاه واحد، وهما خط يؤيد المقاومة ويؤيد حمل السلاح من أجل انتزاع الحقوق من الكيان الإسرائيلي المحتل، والخط الآخر يؤيد مشاريع السلام والتسوية والحلول السياسية مع العدو الصهيوني. هذان الخطان كلاهما لهما أدلة وآراء وفي الواقع خلفيات وإلى آخره، وما دمنا نشهد معارضة أو تعارضا بين البلدان الإسلامية، أقصد بين الحكومات التي في الواقع لم تتفق لحد الآن على أساس ومنهج موحد ومشترك من أجل انتزاع حقوق الشعب الفلسطيني، فأعتقد أنه لا يمكننا التوصل إلى نتائج عبر هذه القمم، وستكون هذه القمة كنظيراتها وكسابقاتها تتمخض عن بيان ختامي يكتفي بصب اللوم والانتقاد والإدانة والاستنكار وما شابه من هذه الألفاظ على الكيان الصهيوني وداعميه. أما الحل الجوهري للمشكلة سيبقى عالقا ما دمنا نحن المسلمين لا نتفق على صيغة موحدة من أجل استعادة واسترجاع هذه الحقوق، ونحن باعتبارنا يعني نستبشر خيرا ونتفائل من باب تفائلوا بالخير تجدوه، خلافا للخلفيات التاريخية والماضية نقول ربما وهذا احتمال بعيد يتفق قادة ورؤساء وملوك البلدان الإسلامية على صيغة مشتركة، وإذا اتفقوا على هذه الصيغة ينبغي متابعة الاتفاق باتخاذ خطوات عملية. إذن نحن أمام شرطين أساسيين لإيجاد حل للمشكلة، أولا الاتفاق الجمعي لجميع بلدان المنطقة والعربية والإسلامية على منهج مشترك وعلى خطوات قوية في مواجهة الكيان الصهيوني وداعمي، والنقطة الثانية الحاق هذا الاتفاق باتخاذ خطوات عملية مشتركة، وكل دولة تطلع باتخاذ ما يلزم من الإجراءات وفق الاتفاق سواء في هذه القمة أو ما بعدها على إيجاد حل لهذه المشكلة الأساسية. ونحن نقترح في إيران، نقترح أن تتبنى البلدان الإسلامية ذات مواقف الكيان الصهيوني والولايات المتحدة، أي أن هؤلاء تبنوا مشروع القوة والبطش في مواجهة الشعب الفلسطيني، ولكن من جانبنا نحن طالما تمنينا في مقابل هذه الوجهة وهذه هذا النهج الذي هو في الواقع ممتلئ بالتحدي وممتلئ بالبطش واستعراض العضلات، نحن نرفع طالما رفعنا الراية البيضاء وقلنا لهم تعالوا ونجلس على الطاولة وحل الدولتين وإلى آخره من هذه الأمور، وفي المقابل نجد أن الطرف المقابل سواء الولايات المتحدة أو الكيان الإسرائيلي يواجهنا بالرفض. هذا يدلل على ضعف البلدان العربية والإسلامية في مواجهة هذا التحدي الخطير، لذلك ينبغي التكلم معهم بنفس اللغة ونفس اللهجة التي يتحدثون بها، هذا من جانب. والخطوة اللاحقة تشكيل لجان عملية تفطلع باتخاذ ما يلزم من خطوات وإجرائيات يتم فرض أو يتم الاتفاق في الحقيقة، كل دولة تطلع بمسؤولياتها. مثلا من باب المثال نقول المملكة الأردنية الهاشمية التي تمتلك حدود طويلة
مع فلسطين المحتلة، وهناك قواسم مشتركة ما بين الشعبين تستطيع أن تطلع بإيصال المساعدات الإنسانية وإقامة مثلا مستشفيات ميدانية، وهذا ما تعهدت به الحكومة الأردنية على يعني في وهو ما هو موجود اليوم. هناك مستشفى ميداني عسكري أردني في غزة، وهناك جسر جوي مع غزة، وهناك أيضا كثير من المعونات التي تقدم من قبل الأردن للضفة الغربية تحديدا اليوم. نعم هذا الذي أقوله، وعلى الشعوب والبلدان الإسلامية الأخرى أو على الحكومة الأردنية أيضا أن تنظر بإيجابية للمساعدات التي تقدمها البلدان الأخرى، لأن الأردن سواء الأردن وحتى نقول مصر أو حتى سوريا أو لبنان أو حزب الله والفصائل الفلسطينية، هؤلاء يعني وحدهم لا يستطيعون تحمل كل هذه المسؤولية. حتى لو افترضنا إيران أيضا لا تستطيع وحدها تحمل هذه المسؤولية وهذه المشكلة المتفاقمة التي لطالما استمرت، والآن على وشك بلوغ العام 80 على قيام الكيان الصهيوني. إذن ينبغي الاتفاق، كل بلد وكل دولة بحسب إمكانياتها وبحسب ما تحتاج لإمداد الشعب الفلسطيني بكل ما يحتاجه. وكلام الضيف العزيز أنا أدعمه بأنه ينبغي إرضاء الشعب الفلسطيني، وبطبيعة الحال الشعب الفلسطيني لا يرضى سوى بتحرير أراضيه، لا سيما المسجد الأقصى والقدس الشريف، وهذا ما تريده جميع البلدان العربية والإسلامية. ولكن الحائل هو الخوف من الولايات المتحدة وسطوتها وأساطيلها التي في الواقع تتباهى بها وتستعرض عضلاتها. ولكن إذا كان هناك اتفاق ما بين البلدان الإسلامية سواء في هذه القمة أو ما بعدها، فلن تجرؤ الولايات المتحدة ولن يجرؤ الكيان الإسرائيلي على ارتكاب مثل هذه المجازر والاستمرار في هذه المشكلة المتفاقمة. أشكرك كل الشكر أستاذ أحمد مهدي المحلل السياسي، كنت معنا مباشرة من طهران. أشكرك كل الشكر. أعود لك أستاذ نبيل غيشان، والسؤال اليوم أن هناك قمة عربية تليها قمة عربية إسلامية، وهناك في ذات التوقيت كلمة لحسن نصر الله أمين عام حزب الله اللبناني، كل ذلك ينظر له اليوم أنه تزامن لبداية أسبوع قد لا تمر مرور الكرام، تتفق مع ذلك؟ صحيح، اليوم يعني 33 يوم مرت على العدوان الهمجي على غزة، وهذه يعني الأصول عادة العسكريون يبدأون المعركة لكن السياسيون هم من ينهون هذه المعركة. اليوم المفروض أن تنتهي، أن تقف هذه المعركة عند حد معين، لكن ما هو المطلوب من القمة العربية والقمة الإسلامية؟ أنا أعتقد أنه قصة التحرير وقصة الذهاب إلى الحرب غير مطروحة ولا يمكن طرحها. اليوم المطروح هؤلاء الدول العربية أو هؤلاء القادة العرب يجب أن يخرجوا ببيان حقيقي وإجراءات ملموسة تحفظ ماء وجوههم أمام شعوبهم. أولا بالدرجة الأولى يجب أن يقال بكل وضوح أنه سيتم توقيف كل عمليات التطبيع مع الكيان الإسرائيلي، وكل العلاقات العسكرية العلاقات الاقتصادية مع الكيان المحتل إلى حين أن يأتي هذا الكيان إلى حل سياسي. لكن في المقابل نحن بحاجة إلى إبراز حل سياسي يوضع على الطاولة، وهذا الحل السياسي يجب أن تأتي إليه المقاومة أيضا، بمعنى أن اليوم ليس هذا الحل المطلوب منه أن نعود إلى السلطة الوطنية الفلسطينية من أجل أن تذهب إلى تفاوض من جديد. هذا التفاوض يجب أن يكون عنوانه واضح، وهو جلاء الاحتلال والقدس الشرقية، وبدون ذلك هذا كله ضحك على الذقون. لذلك أنا ما أخشاه أن تنعكس هذه القمة على القادة العرب بالسوء،
إذا لم يأتي بيان حقيقي وإجراءات حقيقية ببرنامج سياسي وزمني يوقف الحرب ويوفر الدعم للشعب الفلسطيني وللمقاومة. نعم. إذا انتهت أخي محمد فكرة المقاومة في المنطقة، هذا لا يعني أنها ستنتهي إلى الأبد، قد تنتهي سنة سنتين خمسة ستعود هذه الفكرة، لأن المقاومة اليوم أعادت أحياء الأمل لدى الشعب الفلسطيني أولا ولدى شعوب المنطقة، وأرسلت رسالة إلى الولايات المتحدة وإسرائيل بأن الذهاب إلى عمليات التطبيع المجانية والتي تأتي بإغراءات اقتصادية واستثمارية لبعض الدول، هذه لن تعطي الإسرائيليين الأمن والأمان. هذه الحرب ستنعكس على داخل المجتمع الإسرائيلي، وأن عملية الهجرة اليوم كبيرة من إسرائيل إلى الخارج، ستتوقف عمليات القدوم إلى إسرائيل. أيضا هذه العملية وهذا العدوان الهمجي عمل انشقاقا في دول الاتحاد الأوروبي، في فرنسا وبريطانيا، عمل انشقاقا داخليا في المجتمع الأمريكي. نعم. لذلك هذه العملية أنا بتقديري أنها من لكن أستاذ نبيل اليوم العيون الجميع يتوجه بنظره بعيدا عن غزة للحظات إلى الرياض. نعم. وأنت تقول أن القمة قد لا تحمل جديدا، هذه قمة طارئة في هذا الظرف وفي إطار هذا الضغط الإنساني الكبير جدا، هل ستخرج القمة دون نتائج واضحة تحمل تلويحا تهديدا أيا كان بتعامل مختلف إذا لم يتجاوب المجتمع الدولي مع المطلب العربي؟ هذا ما أخشى أخي محمد. أنا أرجو أن يرتقي القادة المجتمعون في قمة الرياض إلى مستوى الحدث وإلى فجاعة الأزمة الحقيقية الإنسانية التي يعاني منها الشعب الفلسطيني اليوم. يعني هناك ردة فعل قوية في المجتمعات العربية، لذلك أنا لا أريد أن تخرج هذه القمة بنتائج عادية شجب واستنكار، لأن هذا سيعود على الدول العربية من شعوبها. لن ترضى الشعوب العربية، كافة الشعوب العربية، إذا لم يكن هناك إجراءات حقيقية على الأقل إيقاف التطبيع في المرحلة الأولى، وإيقاف العمليات أو الاستثمار والمشاريع الاقتصادية المشتركة مع دولة الاحتلال، لأنها اعتقدت للوهلة الأولى خلال السنة الماضية وهذه السنة إنه هم رايحين على التطبيع وإنه القضية الفلسطينية انتهت وإنه العرب باعوا فلسطين، وهذا كلام غير مقبول. حتى لو طبعت دولة ودولتان أو عشرة، الشعب العربي لا يقبل بالتطبيع. حتى في الأردن ونحن موقعون على اتفاقية سلام من 94، يعرفون في إسرائيل أن الشعب الأردني لا يقبل بهذا السلام ما دام هناك احتلال في الضفة الغربية وقطاع غزة، وما دامت الدولة الفلسطينية لم تقم وعاصمتها القدس الشرقية. طب أستاذ نبيل، هناك حديث بأن القمة ستحمل بندا واضحا يتم الحديث فيه عن تهجير الفلسطينيين، وهذا أمر حساس لدولتين محوريتين، وهنا نتحدث عن مصر والأردن. وهل ترى أن القمة العربية ببيانها الذي قد يحمل بندا وهو مرجح بشكل كبير جدا في هذا الخصوص، هل هذا البند سيفهم العالم بأنه خط أحمر لا يمكن تجاوزه؟ سيدي، هذا خط أحمر. حتى الولايات المتحدة وبلينكين عندما قدم 3 مرات للمنطقة، وبايدن، وكان يبشر به، هذه فكرة أمريكية بالأصل. اليوم الأمريكان لم يعودوا مقتنعين بهذه الفكرة. هذا موضوع ثانوي مقارنة مع الجريمة المرتكبة يوميا بحق الشعب الفلسطيني. التهجير لا يمكن أن يتم لأن الشعب الفلسطيني لن يغادر أرضه، وثانيا عملية التهجير إن كان باتجاه مصر رفح المصرية وباتجاه الأردن، هذه قضية أمن وطني. قال جلالة الملك وحتى الرئيس السيسي أنهم مستعدون للذهاب إلى الحرب مقابل ذلك.
لذلك هذه عملية مغلقة. لا أعتقد أن إسرائيل تعرف أنها لا تستطيع، لكن المهم الآن أن تخرج هذه القمة بشيء للشوارع العربية الغاضبة، للشعوب العربية الغاضبة، للشعوب الإسلامية الغاضبة التي ترى هذا القتل المجاني للشعب الفلسطيني بهذه الوحشية التي لم يروها في التاريخ. اليوم احنا قاربنا طلعنا على أكثر من 10,000 قتيل شهيد في المنطقة في غزة، نختار من 11,000. نعم، هذا رقم مخيف، بينهم أكثر من نصفهم أطفال ونساء وكبار سن. اليوم ما ظل مستشفى ولا مسجد ولا كنيسة ولا مدارس، كله يقصف. هذه همجية، يعني أين هذا العالم الغربي الذي يتحدث عن القانون الدولي الإنساني؟ أين مبادئ الثورة الفرنسية والماجنا كارتا في بريطانيا والثورة الفرنسية والثورة الأمريكية التي حررت العبيد وهي لا تستطيع أن توقف هذا القتل وهذا الدمار للشعب الفلسطيني؟ أين حقوق الإنسان التي يتحدث عنها؟ هؤلاء كذبة، وهؤلاء هم شركاء، وأولهم الولايات المتحدة وكل دول الاتحاد الأوروبي شركاء في العدوان على الشعب الفلسطيني. أشكرك كل الشكر للأستاذ نبيل غيشان، النائب السابق، كنت معنا عبر الهاتف، علقت على القمة العربية وماذا لدينا وكيف سيكون شكل مخرجاتها.